بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة لإخواتنا اللي عايزين يعملوا مشروع القهوة والآيس كريم. احنا قدامنا دلوقتي طبعا انا بصور لحضراتكم فيديو لايف كده علشان نشوف الحاجة ايه او نشوف المشروع بالظبط على ارض الواقع. دي طبعا مكنة اسبريسو، تمام. طبعا ايه، ممكن حضرتك تفرش على طريق او ممكن في مكان يكون، المهم ان هو يكون حيوي، مكان يكون حيوي، يكون مكان فيه ناس، فيه رجل كتير تعدي عليه كده. ده حضراتكم طريق زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. بس احنا طبعا بالليل متأخر شوية، بنجهز حاجاتنا كلها. طبعا هقول لحضراتكم على التكلفة بتاعت المشروع كاملة، وممكن يبقى المشروع منقسم لقسمين، ممكن يبقى ايس كريم بس، ماشي، وممكن يكون قهوة بس او مشروبات سخنة ومشروبات باردة، تمام. طبعا المشروع ده ممكن يكون بتكلفة اقل من كده. تكلفة مكنة الاسبريسو بتبدأ مثلا وليكن مثلا من 10,000 ل 15,000، ده بداية. طبعا في حاجات اعلى من كده، لكن احنا بنقول ايه للمبتدئين يعني، فاحنا عايزين نوفر الفكرة للناس علشان يكون الموضوع والطريق قصير قدامهم بالنسبة لطريق البداية، علشان ما حدش يحبط من ان هو مثلا معهوش فلوس او معيش امكانيات او الكلام ده كله. وطبعا في امكانيات اقل من كده بكتير. بنجهز طبعا اهم حاجه في الموضوع كله مكنه الاسبريسو، بناخد منها القهوه الايطاليه اللي هي الاسبريسو، وبنعمل برضو عليها القهوه التركي، وبناخد بقى من بعدها بقى بناخد المشتقات بتاعت القهوه كلها زي الكابتشينو واللاتيه، هوت شوكليت، هوت كراميل، اي حاجه ممكن تتخيلها بالنسبه للمشروبات السخنه انت ممكن تعملها على المكنه. طبعا انت لو مش بتعرف تشتغل على المكنه او مش باريستا، انت ممكن تتعلم الموضوع وتتعلم الشغل. ممكن لو انت بتلقط بسرعه ممكن ياخد معاك مثلا شهر، هتشتغل وهتقول انا ايه، انا بطلع شغل، وتشتغل وتتوكل على الله كده، وايه هيكون الموضوع هيفرق معاك جامد لما ايه لما تشتغل. هتشوف نتائج الموضوع، هتشوف نتائج الموضوع فعليا يعني. طبعا ده شكل المحل من بره عشان برضو ايه يكون الصورة واصلة لحضراتكم كويس، تمام. الفريزر بتاع الايس كريم ممكن يبدأ من 5,000 جنيه، كمان لو مستعمل، لو جديد زيرو مثلا بالشكل ده، نفس الفريزر ده كده ممكن يعمل مثلا 7,000 8,000. في احجام اكبر من كده طبعا، وفي احجام اصغر، وفي تلاجة بقى اللي هي التلاجة الايطالية دي، حاجات برضو باسعار ايه، باسعار بتبقى غالية شوية عن كده، عن يعني بتعدل 15,000. في 15,000 تلاجات ايطالية بتبقى مستعملة استعمال خارج، تمام. طبعا الايه حضراتكم شايفين طبعا بالفيديو، انا ممكن ما وفيش الشرح كويس، فممكن حضراتكم اللي محتاج اي سؤال في اي حاجه يسيب لي في كومنت، ونشترك مع بعض كده في الاراء، ولو اي حد عنده اي حاجه انا كمان استفاد منه، تمام. طبعا بعد المكنه، الحاجات اللي مستخدمه بعد المكنه بتبقى حاجات كلها بسيطه زي المعدات كده كده، الكوبايات هتبقى تيك اواي زي كده، الحاجات اللي هي البوت اللي بشتغل بيه مثلا، بسخن فيه لبن، الكنك اللي بعمل فيه قهوه، تمام. طبعا بحتاج حوض وميه، لو ما عنديش حوض وميه ممكن اعمل جيركن، المكنه طبعا بتسحب منه اوتوماتيك، وجيركن تاني للصرف بتاع المكنه، تمام. وطبعا الايس كريم بنشوف اي حد من الشركات اللي بتبيع ايس كريم بتكون جنبنا قريبه مننا، بحيث ان احنا ايه لما بنحتاج في اي وقت بنطلب او بنروح نجيب بيبقى قريب مننا، تمام. طبعا كده ايه اظن الصورة وصلت لحضراتكم بشكل مبسط، واحنا ايه يا رب نكون بس ايه نفيد حضراتكم
ونوصل الصورة أكتر من كده في فيديوهات أكتر من كده إن شاء الله. ونطلب من حضراتكم طبعا تشتركوا معانا في القناة بتاعتنا، ويكون في تفاعل كده وتعليقات، وتعملوا لايك علشان يكون في تفاعل ونقدر ان احنا نستمر معاكم ونقدم ان شاء الله طبعا في مشاريع جديدة ومشاريع كتيرة جدا ومشاريع بتكلفة بسيطة اوي 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 اوي، للي عايز ايه، للي عايز يعمل مشاريع وبامكانيات باقل من كده بكتير يعني.